حلقة جديدة من المحتوى بتابعوها من خلال شاشة قناة مساواة الفضائية. قبل المباشرة بتناول ملفاتنا وضيوفنا العناوين. تبرعوا بأعضاء طفلهن الفقيد محمد فأعادوا البصر لمسنة عمرها 95 سنة. أسئلة شخصية جدا تطرح بأسلوب الراب مع كريس والبرعي. عائلة كركر محاولة للإضحاك في مسلسل رمضاني. رجعونا عبيوتنا رسالة من الطلب الفلسطينيين العالقين بسبب الجائحة. موضوع التبرع بالأعضاء بعد وفاة الإنسان رح يضل محل جدل بين البشر، فمن جهة هناك من يقول أن للحياة قيمة عليا وأن جسد الإنسان عليه أنه يظل على حالته عند الوفاة دون أي مس، وهناك فريق آخر ينظر للأمر على أنه خيار قد ينقذ حياة الآخرين. هذه قصة عائلة أبو حمد من الكسيفة اللي فقدت طفلها محمد نتيجة حادث وقرروا التبرع بأعضائه. الأب عزيز معنا في المحتوى، تعزينا لكم أستاذ عزيز. عليكم السلام ورمضان كريم لك ولجميع المستمعين. شكر الله سعيكم. أشكرك أستاذي، شكرا أنك موجود معنا حتى تعطينا تفاصيل المشهد كاملة. أولا ابنك محمد يعني رحل عن هذه الدنيا نتيجة حادث، يا ريت تعطينا التفاصيل. المفروض قبل شهر من اليوم حادث صار في ساحة البيت، كثير حوادث للأسف صارت، وكان ساعات المغرب بعد المغرب ساعات شوي مظلمة، والسيارة الولد ماشي في السيارة ولا السواق كمان شاف الولد. السيارة كمان لونها كمان كان زي الأسود، وصار اللي صار. يعني الطفل قبل لم يتوفى مباشرة، إنما كان في يعني غرفة طوارئ، وأيضا كانوا عناية مكثفة، وبعدها على إثر جروحه ما نجح إنه يتعافى. صح، نقلنا الولد للطوارئ، ومن غد رجع ضغط الدم ونبض القلب، وبعدين نقلوا له مستشفى ساروكا، وكان في الطوارئ 3 أيام. موضوع التبرع بالأعضاء هو لا شك موضوع شائك، المجتمع عنده كتير حساسية حوله، هناك من يؤيده، هناك من يقول أنه لا، أعضاء أولادنا أو أعضاءنا لن تلمس، ومفضل يضل فيها الجسد قداسة معينة اللي يعني ندفنه في التراب بدون ما نطب فيه مثل ما بيقولوا. كيف قررتوا كعائلة الإقدام على خطوة التبرع بالأعضاء؟ شوف، هذا قرار صعب ولحظات صعبة. في نفس اللحظة اللي بيبشروك فيها بالخبر اللي هو أسوأ خبر ممكن تسمعه بحياتك أو يبشروك فيه، في نفس اللحظة كمان هم بيقترحوا عليك إذا أنت بدك تتبرع بالأعضاء. قرار صعب ولحظات صعبة، وإن شاء الله ما بتمرق على حدا وما حد بيحتاج أن يكون بهذا الموقف. طبعا احنا تعال نبدأ من ديننا الإسلامي. في القرآن الكريم بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض كأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صدق الله. إذا أنا صحيح عملت كل اللي بقدر عليه، والطاقم الطبي وكل الناس حاولت تساعد، بس ما قدرنا ننقذ حياة ابن محمد، ولكن كان في عندنا فرصة أن ننقذ فترة كثير وقت، وكانوا الناس اللي بيستنوا، وحتى في واحد من المتلقيين طفل عمره 7 سنين ابوه حكى لي انه كان كثير فتره كان بيستنى. استاذ عزيز، كان هو رقم واحد في اسرائيل. كم شخص تم انقاذه؟ نعم، كم شخص تم انقاذه؟ خمس اشخاص تلقوا الاعضاء. واحد طفل عمره 7 سنين من منطقة بين البحر الميت وأراد، أبوه قال إنه الولد هذا كان في الرمق الأخير وكان بياخذ أدوية صبره يعني إنه يعيش كم يوم زيادة. وفي بنت عمرها 17 سنة من منطقة الشمال، وفي كمان رجل عمره 55 سنة خلف قرنية، وفي كمان
سيدي امرأة عمر أيضا 50 بعمر 95 سيدة نعم 95، وفي كمان رجل أخذ صمامات القلب كمان لحد اليوم صاروا ماخذين خمس أشخاص تم تجديد ثقتهم بالحياة، يعني بفضل أيضا قراركم كعائلة واللي هو قرار مش سهل أبدا. بدي أشكرك وتعازينا لك وللأم ولكل أفراد عائلتك. شكرا أستاذ عزيز، بارك الله فيك. هذا الشيء بفضل الله يعني اللي أرادهم يعني ونتضم يعني إحنا قرارنا، وإن شاء الله ما حد يشوف شر إن شاء الله. شكرا لك. عائلة كركر مجموعة من السكتشات الكوميدية والاجتماعية تنتج على يد فنانين من بلادنا على شكل مسلسل يومي أو مسلسل رمضاني يبث باستمرار خلال الشهر الفضيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نتابع جزء من إحدى حلقات عائلة كركر، وبعدها منكون مع الفنان إبراهيم قدورة وأيضا مخرج العمل. تابعوا. مالك مش عم بيرد؟ ابو خليل روح افتح الباب. ايه شو رايك تروحي انت؟ لا روح انت افتح الباب. كيف بدي افتح بهالشكل؟ ابو طلع منظري كيف، انا روح افتحه انت. منظرك احلى من منظري. روحي ابو خليل. وبعدين معك يلا ابو خليل روح افتح الباب انت. طيب قولي لي، وإذا ما فتحتش الباب إيش راح يصير؟ أبو خليل بدك تجلدني، روح افتح الباب. طيب أنت اتصلت على الممرة؟ أنا ما اتصلتش على هاي الممرة. مات وهو يتسلق، مات من الصبح وهو يتسلق، 25 مرة اتصلق. ولك انا معيش تليفون. ميت تليفونك على الكنباي. انت ابو خليل كركر. انا ابو خليل كركر. اذا من هذه الاجزاء من عائلة كركر ينضم الينا احمد وابراهيم من طاقم العمل. تحياتي، رمضان كريم. رمضان كريم. اذا البداية معك احمد قبل ما ننتقل للجزء التمثيلي المتعلق بابراهيم، انت مخرج العمل ومن يفرض الرؤية فيه، احكي لنا شوي عن المشروع باختصار. سكتشات كوميدية تبث اونلاين، خذنا انت اكثر للتفاصيل. اول شيء مرحبا، كل عام بخير، رمضان كريم على الجميع. العمل هو اجى نتيجه قعدتنا كفنانين بالبيوت، فحبينا نعمل شيء بظل الكورونا، فكان الفكره من اخونا ابراهيم قدوره انه نعمل عمل معين عشان نوعي الناس بالكورونا. ف من حوار لحوار استنتجنا انه نعمل مسلسل كوميدي نخلي الناس ترفع عن نفسها، لانه صار كثير اخبار بالفيسبوك وبالسوشيال ميديا انه كورونا كورونا كورونا، الناس زهقت الموضوع يعني، وزهقت انه الوقايه لازم نلبس كفوف ولازم نلبس كمامات. احنا حبينا نعمل هاي الطريقه بس بطريقتنا الفنيه، بطريقه التمثيل اللي احنا بنبدع فيها. يعني لا مرة من كورونا حتى لما بدنا نحضر بقالب كوميدي رح تناقشوا يمكن الموضوع نفسه وتعاملنا معه. بالضبط، احنا عم نناقش موضوع الكورونا بالحجر الصحي بالبيت، يعني شو صار بهاي الفترة بقلب البيت. بس انه المسلسل انه مش رح يكون كل حياته عن الكورونا. والكورونا هو ماخدينه موضوع جانبي، يعني خلينا نقول بالمسلسل احنا عم نحكي عن اسره بشكل عام بحياتها اليوميه شو بيصير معها. يعني اي اسره يعني ممكن اي حدا بيحضر المسلسل بشي حلقه من الحلقات يقول والله هاي الشغلات بتصير معنا بالبيت، يعني بتصير مع عيلتي. ابراهيم مبروك العمل. هي كوميدي ساخر. بدنا ننتقل بالحديث مع ابراهيم. مبروك العمل اولا. ثانيا الله، عرفنا شوي على تفاصيل افراد العائله، يعني خذنا شوي معك هيك للكواليس واحكي لنا شو بيميز اكس شو بيميز واي في هالعائله. ماشي، اول شيء بدي اقول مرحبا للاخواننا والجمهور والحبايب كلياتهم، رمضان كريم. العائله هي عائله كركر. افراد العائله هو الاب والام والاولاد الاثنين والجد والجدي، يعني ابوي وامي.
الأفراد العائلة هي زي أي عائلة موجودة عندنا بحالتنا الاجتماعية اليومية. الأب أنا بقوم بدور الأب، توما أبو شحادة بتقوم بدور الأم، سلمى الدورة بدور البنت، محمد أشرف الدورة بدور الولد. الجد كامل روبي، الست عواطف مصري الدورة. جميل. إحنا اخترنا هاي الشغلات، إحنا هاي اخترنا هاي الشغلات عشان زي يعني نحكيها زي بكل بساطة يعني. عندك في شخصية رئيسية اللي هي المذيع. في عندنا كمان شخصية حبيبنا إبراهيم دسوقي اللي هو شخصية المذيع. إذن أحمد، أي نوع مواقف عم بتعيش عائلة كركر؟ يعني في الحلقات الأولى من المسلسل شو اللي اهتميتوا تعرضوه بأولوياتكم؟ مواقف الحياة اللي بتصير بالحياة اليومية، يعني مثلا الجار اللي يعني بأول حلقة في عندك الجارة اللي كيف بدي أقول لك، اللي هي قعدتلن على نفسن، قعدتلن بحياتن، قعدتلن ببيتن. وفي دائما يعني مش دائما دائما في هيك، في هذا البني آدم دائما المزعج خلينا نقول. في عندك مثلا الحلقة الثانية ناقشنا موضوع الزلمي لما بقعد بالبيت الحجر الصحي فيش ايش يعمل، ممكن يدمر البيت يعني بقعدته، يعني زي ابراهيم دمر البيت بالحلقه الثانيه، يعني بتحشر بكل شيء وبيعمل كل شيء من فضاوته، بصير يضايق حتى مرته، هو مش قصده بس هو عشان فضاوته الموجود فيها في البيت فبده يملي وقته، ف بيطلع وبيخترع اشياء اللي يسويها في البيت. طبعا راح يخرب لانه المره هي اللي بتضبط. طبعا احنا بنجيب القالب الاشياء الموجوده عندنا من كبر الشغله من عندنا كوميديا. اذا ابراهيم، يعني كثير من العائلات لابد بتماهوا مع هاي الفكره، احنا عشنا مرحله مش بسيطه. بس تعال نسال على موضوع الفنانين واهل الفن ونروح شوي من المسلسل للواقع الجدي. توقعاتنا بتقول إنه الفنانين آخر من سيعود لسوق العمل، الوضع الاقتصادي بيوعد بانتكاسات وبصعوبات وتحديات، ولكن أنتوا عم تطلعوا بمسلسل إنتاجياً هو منكو وفي هاي الظروف الحاسمة، يعني كيف ظابطه؟ إحنا كفنانين هاي القصة الشغل هيك، إحنا يعني من عودنا في البيت فحبينا نسوي هذا المسلسل. ليش؟ لأنه كل البرامج إذا إحنا ننتبه عليها من أولها لأخرة، من أول ما قعدنا لليوم، يعني اغلبها للاطفال، حلو محب كثير للاطفال، بنحب نعطيهم ومحب نسوي. احنا في عندنا كمان برامج للاطفال، انا عندي شخصيا وعند احمد عندنا اشياء اطفال، بس بما انه كل السوق او كل الفنانين يتوجهوا لهذا الاطار، طيب شو مع باقي العيله؟ طيب انت الاب والام شو بدي يعملوا؟ فاحنا فكرنا بالموضوع. كمان لما احنا فكرنا بالمشروع قبل يومين من رمضان، يعني ما كانش معنا وقت. احنا اصلا يعني من قعدتنا قاعدين بنحكي من سير لسير، اجت الفكره انه يلا يعني، بس انه الناس اعترضوا، ناس وقفوا، ناس دعموا. فانا سالت احمد مخرج المشروع بنفوت ليه، لانه بدناش نضل بس نشوف اطفال، يعني برامج اطفال. يلا نحكي مع شيء. نعم احمد، السؤال الاخير راح يكون لك، كيف رضا الناس وتفاعلهم مع مضامين الحلقات؟ يعني على باعتقادي صار في 4 حلقات نشرت، كيف التفاعل معهم؟ على الحمد لله في تفاعل بجنن، عم توصلني رسائل كثير، رسائل يعني شخصيه مش على الفيسبوك وعلى غير التعليقات اللي بنشوفها على الفيسبوك، بس وصلني رسائل شخصيه وتلفونات. والحلو اكثر واكثر واللي انبسطت منه انه في فنانين ما توقعتش يتصلوا لي يرفعوا لي تليفون يقولوا لي حابين نشارك اعزمنا على حلقه. وانا كان عندي هذا الهدف من البدايه، انه انا بدي احاول اشارك كل الفنانين ان كان من عكا ومن بريت عكا، يعني كل ممثل يكون ضيف في حلقه. بس الوقت كان حاصرني جدا، فيش وقت معي لانه مشروع بدي قبل كم من يوم من رمضان فقط، يعني مش قبل بشهر. لكن بالنهاية أنت قلت إنه الموضوع مستمر أحمد، ولا بد إلا هاي الفرص تكون وتصير وتتحقق. بدي أشكركم وبدي أدعو كل متابعي البرنامج. بس طلب صغير، تفضل. بدي أقول شغلي لكل الفنانين، لكل الطاقم، لكل الناس اللي شاركونا، لكل اللي أعطونا من وقتين، لأنه هذا كان الإنتاج محلي، ما حدا ساعدنا، كله إجا من إنه تبرع
انه نعمل هاي العيله اللي اسمها عيله كركر لكل العيله يحضروها مع بعضهم. بشكر الفنانين، بشكر الاداره، بشكر كل حدا ساهم معنا لهذا المحل. شكرا لكم على دعمكم حبيبنا. في كمان من خلف الكاميرات بس يعني بدي ناخذ وقتك دقيقه اوجه لهم تحيه من خلالك، لانه هني خلف الكاميرات مش مبينين. يعني عندك ايهاب خسكي، محمد زيدان، مريم خسكي، بديش انسى حدا منهم، كل الشباب والصبايا، احمد ترك بيشتغل على الصوت، كل الطاقم اللي بيشتغلوا ورا الكاميرات. يعني هن ببينوش بنشهروش يعني زي الممثل وزي المخرج وزي الليك. فحبينا نوجه لهم تحيه من خلال احنا بدنا نشكركم ونطلب من كل مشاهدي البرنامج ايضا متابعه عائله كركر من خلال صفحات الفيسبوك. رمضان كريم، شكرا ابراهيم واحمد. شكرا لكم. شكلت اغاني الراب من عقود فاتت فن او شكل فن متمرد يخرج عن قواعد المألوف، ومن الممكن انه يعبر بلغه ما بتعترف احيانا بالخطوط الحمراء عن انشغالات المجتمع وخاصه فئه الشباب فيه. وقد خلقت اغنيه الراب في بلادنا قلب من قلب الواقع سواء السياسي او الاجتماعي او الاقتصادي، ولجأ العديد من الشباب للتعبير عن مخزونهم من خلال ادائها. نتابع كليب لكريس والبرعي ونتابع. مين انا وشو بدي اكون، سي بي اي عاكل ولا سي بي اي مجنون؟ مين انا وشو بدي اكون، سيبنا انا مش عاكل مصيبي اني مجنون. مين انا مين انا، قضيت حياتي بوز المدفع بمواقف حرجة، اسمي صعب اغني انجليزي بعالم عربي، كتبت مسكر والسيناريو بعده مش مكتوب لي بواب، تسكرت حياتي عاتق قلب عضهري، حياتي خرا وكل شي مش بوقته بالوقت الغلط بالمحل الغلط، خلص وقفه وانا حاليا ضايع تركيزي متشتت، انا عندي بيتي بس حاسس حالي اني متشرد، بني ادم نضيف بس الاسرار بتحكي سيئاتي، في اشياء بتنحكاش ما حدش عم يفهم نظراتي، بنحب الكلب لانه ما بيحكيش بس اللي شافه حياته لو حكى بتكلب محاضرة توضيح، عم بسأل حالي هل انا عايش بفيلم، ما بعرف ان رح يجي يوم واخلص من هالوهم. اذا سي بي اي او كريس ومالك او البرعي موجودين حاليا معنا في المحتوى، تحياتي لكم. مرحبا. مرحبا بألف عافية. مبروك العمل ولو انه متأخر شوي هالمبروك جاي، لكن دائما في فرصة نحكي فيها عن الانتاجات الجديدة. البداية معك كريس، اولا يعني الاسم الشخصي هو كريس، الاسم الشخصي هو مالك، لكن الاسماء الفنية هي سي بي اي والبرعي. البرعي عم بقوله صح؟ صح صح. عظيم، فسروا لنا بأول فسروا لنا النيك نيمز وبعدها خذونا لجو العمل. معك كريس. أولاً السي بي آي هو اختصار لكريس بسام عيسى اللي هو اسمي الشخصي واسم أبوي واسم العيلة. فقررت أنه يكون سي بي آي لأنه كاتشي ولذيذ وعلى السريع بنقال. البرعي كاتشي كمان وعلى السريع، بس ما إلوش علاقة باسم عيلتك؟ لا مالك؟ أنا لا، أنا طلع الاسم هو أكثر كلبك مش كنيكنيم، يعني أنه أجاني وأنا مش متوقعه ولبسني يعني الاسم فما قدرتش أقيمه. ليش الرابرز بدوروا على نيك نيم؟ يعني ليه ماله اسم كريس؟ ماله اسم مالك؟ يكون هوين على اللسان ينحكي، بزبطش تقول اسمي الكامل هو مالك عبد الغني، فبزبطش يجي رابر يقوله آه ورحبوا بمالك عبد الغني، كثير اسم طويل، فبدك يكون قصير وخفيف على اللسان وينحفظ بسرعة. البرعي سي بي آي كثير إشي هوين وخفيف على اللسان. كريس، المشاهدين يمكن ما بعرفوا انه انت يعني ساهمت ببناء استوديو خاص للتسجيلات في بيتك، هذا سرع الامور بالحجر الصحي انك تنتج كمان اغاني انت ومالك سوا. مزبوط، انا عندي استوديو ايكونوكس موجود في الناصري، استوديو انبنى تقريبا قبل سنه ونص، وحاليا انا بشتغل على البرودكشن تبع الغناني، وكمان انا المنتج التنفيذي تبع كل العمل البروجكت اللي هو السي بي اي والبرعي. عمليا انا بعمل كل الموسيقى وانا كمان بكون المخرج التنفيذي والمنتج التنفيذي تبع كمان الكليبات وكمان شو بصير من وراء الكواليس غير انه بس واحد سمع الاغنيه. بالسنوات السابقه كنا كثير بنفهم ليش ممكن يكون في رابر، لانه الوضع صعب والناس مش قادره تحكي والرابر وكانه بيحتاج
بلغتهم، لكن مالك اليوم في سوشيال ميديا، الناس عم تحكي عن شو ما بدها بالطريقة اللي بدها بلايف بدون ما تهتم ولا حتى تختار نيكنيم أو اسم تتخبى وراء. الفكرة هي ليه بعد في حاجة لفن الراب يطلع كمان منه ناس جديدة وتكمل تنتج؟ فن الراب مش متعلق بقضية معينة. الاشي احلى بيومنا هذا لانه بتقدر تحكي عن ايش ما بدك، عن ايش ما بدك، اي موضوع بتقدر تختاره، بتقدر تكتب عنه اغنية، بتقدر تكتب عن سيارتك اغنية كده انت بتحبها، بتقدر تكتب عن طقس قديش حلو، مش ضروري تكتب عن قضية معينة. زي يعني احنا من واحنا صغار واحنا نسمع راب، نسمع رابرز بغنوا عن القضية، قضية قضيتنا. نعم قضيتنا. وكل الوقت خلص احنا زرعت براسنا انه خلص ربطنا الراب بقضيه معينه. لكن حتى لما طلع في امريكا الراب يعني سبعينات ثمانينات كان يحتج على واقع اصحاب البشره السمراء في امريكا. صحيح. شوف اليوم الكونسبت تبع الراب شوي تغير، وصار اليوم البني ادم بطل يميز بين هيب هوب ارتست او سينجر او رابر، وهذا شيء كتير مهم اللي ينعرض وينفهم كمان اليوم. يعني أنا شخصياً مش بني آدم اللي هو رابر، أنا أكتر فوكاليست من أنه أنا رابر. هذا لا يعني أنه أنا بقدرش أكتب أغنية راب وبقدرش أظهر كرابر، ولكن في العامل الأساسي اللي بخليني أكون أرتست هو أنا شخصياً كريس أو سي بي آي، هو كفوكاليست وكبروديوسر أكتر من أنه أنا رابر. حلو. ولكن برعي اليوم بيجي من محل تاني اللي هو كونتراستينج عن إيش أنا عائلتي كتير غير عن عائلة كريس. عائلتي كريس عودته على موسيقى، عزف، ميلوديز، عنده أذن موسيقية بتجنن. أنا من ناحية تانية بلشت أكتب يعني قبل 8 سنين، هيك إشي كان عمري 10 سنين لما بلشت أكتب، وكان الإشي بالنسبة إلي إنه مش عن جد فكرت بالموضوع كأنه أصير أغني عن جد. بس لما قعدت مع كريس ولما التقينا أنا وكريس شفنا إنه هو عنده الإشي اللي أنا بكمل الإشي اللي عندي، وأنا عندي الإشي اللي بكمل الإشي تبعه. الناس شافوا هاي الصورة اللي أنتم متفقين عليها، يعني لما وصلهن على العمل الأخير قالوا لكم إنه فيها الكيمياء العالية أو واضح إنه في شيء بكمل الآخر عند واحد كل التاني؟ الناس بتشوفش الأشياء اللي إحنا بتشوفها اللي إحنا بنشوفها بالضبط. الناس شافت إنه هذا بغني وهذا بغني راب، هذا بغني فوكلز وصوت والتاني بغني راب. بس شافوا، اكيد شافوا الكيمستري اللي بناتنا بالفيديو وبالاغاني اللي قبل، مش بس باخر اغنيه. وكمان حكوا لنا في كمان كم من شخص اللي هن توجهوا لي وحكوا لي انه الكونتراست اللي بناتنا موجود، انه انا بعمل إشي وهو بعمل إشي ثاني، ما خصناش ببعض، انه دمجناهن مع بعض، الكيمستري كانت كتير صح، مش التناقض، بدي اقول انه الكونتراست بيناتنا كان عامل جدا حلو في الاغاني اللي احنا عامل ايجابي. طب عشو بتحتجوا؟ شو اللي بهمكم توصلوا؟ اي موضوعات هممكم تناقشوا؟ مالك مش احتجاج هو بالضبط. هو الاشي اكثر انه انا بديش لما بني ادمين يسمعوا اغنيه دائما يكونوا فايتين بمود عاطل او مدكئين او يو نو يعني فايتين براس مش حلو. بحب الناس لما تسمع اغنيه تكون تضحك وتبتسم وتهز براسها ومبسوطه وشو بقولوا لها فايبينج يعني كأنه في إشارات فيها طاقة عالية كمان بالضبط. طاقة جيدة كمان. كريس بتوافق معه على هاي الصورة؟ يعني أنت كمان عم بتدور على إيقاعات تحسس الناس أحسن بعيدا عن 100%. شوف الراب كتير نأخذ للإكستريم تبعه إنه خلص إحنا جديين بكل إشي بنحكي، إحنا جديين بكل العالم الهيب هوب أصلاً، إنه دائما الكلمات لازم تكون جدية، وهذا ينطبق على إحنا كمان شو عملنا. إحنا عملنا شغلات اللي هي جدية واللي هي عن جد تحكي عن مواضيع اللي هي بتخصنا، ممكن ولا واحد يفهم أنا عشو حكيت بالضبط، ولكن الإشي هاد بيعني لي. ولكن نفس الوقت كان مهم لنا نحط العامل اللي إنه أوكي في شغلات كاتشي، مثلاً الغناية اللي لسه اللي راح تطلع جديد نتوقع خلال جمعتين، هي أغنية اللي هي كتير عم تحكي عن البانديميك اللي عم بيصير هون، عن الوباء كله هذا، عن شو عم بيصير إسا بالحجر الصحي، وإنه إحنا قاعدين بالتخلص، وشي كتير كتير لذيذ الغناية. وبالشانس إسا خلصت الغناية قبل السيشن معكم قبل نص ساعة يعني هيك إيش الحكي. طيب يعني وجهنا خير، إحنا راح نتابع كله صار فان، وراح نتابع الجزء الآخر من الأغنية لأنه ما سمعناك يا برعي قبل ما نستقبلكو. بدي أشكركم جدا كريس ومالك، شكرا جزيلا على المداخلة في المحتوى. شكرا لكم، يعطيك الف عافية. انا صابر استنى، انا صابر استنى، صابر استنى. برع
فرقي دايما سنجل بسنجل لكن هالمرة فيتشر كريس خايف يكبر ويموت ويصفي افيتشي ثلاث سنين بالدار بستنى بالشهرة تيجي نسيت انه لازم اغني عشان اطلع نتيجة بحلف الله بس كذاب فلازم احلف بعرضي اخر فترة بطل يهمني انا دايما مش عبعضي اصحابي بيموتوا عالسكر دايما عاغاني شعبي بتركهن عشر سنين وبرجع على نفس الكعدة كان باع القضية وتجوز اول روسية رح تسمع عن قصصي كأحاديث نبوية كل حياتي ابعد قد ما بقدر عن قصة بالنية كبرت واتضح لي انه كل القصة بالنية مرات بحس الناس بتعيش عشان تمثيل وجخ كأنه كل واحد وصل فوق صار ناسي تحت ليش كل واحد معه مصاري لاعبها صح ليش جبريل ما نزلش عقصر نزل عكاه من الاحتجاج غناء إلى الاحتجاج بالرسائل المصورة أو الفيديو رجعونا عبيوتنا رسالة من الطلاب العالقين في دول العالم بسبب أزمة كورونا نسمع هالأصوات مرحبا اسمي صبا أنا من الضفة الغربية طالبة وخريجة بهولندا واللي عالقوا بنفس المكان لأكثر من شهرين أنا اسمي محمد فرانكو طالب فلسطيني بالمملكة المتحدة عمري 18 سنة ضياء الحشيم من مدينة القدس مقيم في قبرص التركية لغرض الدراسة أنا اسمي ريهام إسحاق أنا فنانة من بيت لحم وصلي على الآن بلندن من شهر 3 أنا اسمي يافا المصري أنا من فلسطينية لبنان من مخيم برج البراجنة ببيروت عبد الله أحمد طالب دكتوراه بجامعة أنقرة بتركيا وأنا اسمي إسهيل بدر أنا طالبة فلسطينية من الضفة الغربية وبحمل الجواز الفلسطيني أنا بدرس بإيطاليا وأنا اسمي ياسمين طالبة من رام الله بدرس في برلين وحالي زي معظم الطلبة الفلسطينية حاليا أنحاء العالم إلي أكثر من شهرين بحاول أرجع على البلد ولكن ما فيش أي طريقة أنا اسمي سارة عمري 4 سنين جيت مع ماما فيرجينيا بشهر 1 حكت لي ما راح نطول راح كرست ثقافتنا العربية قاعدة ثابتة وهي إنه ما في طعم بيشبه طعم طبخ أمهاتنا حتى لو كان المذاق غير مستحسن أحيانا إنما هاي الحقيقة تربينا عليها ومقتنعين فيها في دول عديدة حجزت مطاعم تقدم مأكولات عربية مكان لإلها بفضل الطلاب العرب المغتربين اللي بيجذبهن الحنين دوما للمطبخ العربي وسدت هذه المطاعم حقيقة جزءا من حنين هؤلاء لكن مع ذلك ما الحب إلا للطبق الأول المعد بأيدي أمهاتنا تحديدا هذا ما أظهر فيديو انتشر أمس أو بالأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي لأستاذة أكاديمية في إحدى الجامعات الأمريكية مدة الفيديو 3 دقائق وشوية ثواني هالدقائق والثواني كانت كفيلة بإظهار مشاعر الحنين الاشتياق التعاطف وكل المشاعر الإيجابية المتعلقة بالعروبة وتقاليد الثقافة العربية بطلة الفيديو مغتربة أردنية اسمها نانسي خوري حكت وتحدثت عن تجربة مرت فيها في الجامعة حيث تدرس طلبي عرب وذكرت أنه يمنع على الأساتذة هناك استخدام اللغة العربية أمام الطلاب العرب اللي ما كانوا بيعرفوا أنه نانسي اللي عم تسمعهن هي عربية ومتحدثة للغة العربية أيضا في إحدى المرات استرقت نانسي السمع لحديث دار خلال المحاضرة بين طالبين وبالحال تجاوزت الشروط الأكاديمية وحقلت مشاعرها كأم أولاً وكسيدة عربية ثانياً في الأولوية وراحت قالت لهم إنها سمعتهم عم بحكوا عن شوقهم للأطباق العربية ولطبخ أمهاتهم حصد الفيديو تفاعل كبير بعد ما وصل عدد مشاهداته إلى حوالي 1.5 مليون مشاهدة حتى بث هذه الحلقة على الأقل نتابع صار معي موقف بحب أشارك معكم خلال وجودي في ولاية أركنسا لما كنت أدرس بعض الطلاب الأجانب هناك درست مجموعة من الطلاب الأجانب وكان معظمهم عرب وكان طلاب أذكر من الكويت من السعودية من الأردن من سوريا فكان حوالي 10 طلاب عرب وإحنا لما كانوا يوظفونا هون لما بنتوظف بيطلبوا منا ما نحكي للطلاب إنه إحنا بنحكي عربي خاصة إذا كانوا عرب حتى هم ما يحكوا معنا بالعربي فالطلاب أنا كنت أدرسهم وما بعرفوا إني عربية فيوم أنا دخلت أعطي الحصة وسمعت حديث بين الطلاب في طالب بيقول للثاني طبعاً هم ما بعرفوا إني أنا عم بفهم شو عم بيقولوا بيقول يا سلام شو أنا مشتهي أكلة رز مع لحمة خروف من إيدين أمي الولد الثاني الطالب بيقول أنا جاء عبالي صحن تبولي رد عليهم طالب آخر بيقول أنا بدي صحن حمص
وأنا عم بسمع هالحديث وما بتتخيلوا كيف قلبي كان حزين. خلصت الحصة ما حكيت ولا شيء، رجعت على البيت حطيت حالي بالسيارة ورحت على السوبر ماركت. صرت أفكر شو الأكل اللي ممكن يكون فيها رز ولحمة خروف، فإجا ببالي بسرعة أكلة المقلوبة، وشريت كل أدوات التبولة، أدوات الحمص، خبز، أدوات المقلوبة، ورجعت دوري على البيت. صارت الساعة شي 9 مساء، حضرت معظم الأشياء وقلت عشان يطلع الأكل يضل فرش أنا بصحى بكير وبطبخ الصبح وبروح على الشغل. وبالفعل صحيت الصبح طبقت المقلوبة، خليتها بالطنجرة، لفيتها بحرام حتى تضل سخنة، عملت التبولة، الحمص، حطيت كل شيء بالسيارة، وصلت أولادي على المدرسة وضليت ساحبة على شغلي وأنا بالطريق أقول يا رب يكونوا الطلاب بالصف حتى يأكلوا الأكل اللي اشتهوها. وصلت على الجامعة في البناية اللي مندرس فيها قسم اللغة الإنجليزية، كان في بريك روم دايماً منجتمع فيها الطلاب، يأخذوا فنجان قهوة، مناكل عصروني. فدغري رحت على غرفة البريك روم، فرشت هالطاولة، قلبت المقلوبة، كل شيء كان حلو، التبولة، الحمص، الخبز، وركضت على الصف. نشكر الله كلهم كانوا موجودين. قلت لهم يا طلاب، طبعاً كنت عم بحكي بالإنجليزي معهم، بدي اياكم شوي بغرفة البريك روم لأنه رح نعمل اجتماع هناك. قالوا ليش بدك يانا هناك؟ قلت تعالوا معي. فاجوا كل الطلاب، أخذتهم على الغرفة ودخلوا صاروا يتطلعوا على الطاولة ويتطلعوا علي، يتطلعوا على الأكل ويتطلعوا علي، وكلهم بصوت واحد طلعوا فيه قالوا انت عربية، انت عربية. قلت لهم نعم انا عربية اردنية بفتخر. يا ريت اوصف لكم الشعور اللي صار بهالغرفة بين هالطلاب وبيني، طلاب من عدة دول ومن عدة اديان، كأنه روحهم وروحي صارت وحدة، كأنه صرنا عائلة وحدة، وهذا الشعور مستحيل أنساه. وقديش أنا فرحت إنه ولو للحظات سديت محل أمهم، من غير شر عن أمهاتهم، بس ولو للحظات سديت محل أمهم وطعميتهم اللي بيشتهم. يا ريت إحنا كعرب مش بس بالغربة نحس هالشعور، وين ما نكون نضل روح وحدي وعائلة وحدي. بيسألوني صاحباتي بيقولوا لي من وين لك هالحنان؟ بقول لهم أنا إذا في أي صفة من حنان هي نابعة من شجرات الزيتون ومن عروق الزعتر ومن خبز الطابون. نعم خبز الطابون اللي أمهاتنا عجنوا وخبزوا، يمكن اتحروقوا ايديهم وهم يخبزونا، لا كان عندهم ستاند ميكسر ولا الكتريك هاند ميكسر ولا شيء. خبز الطابون، خبز امي، خبز مريم اختي اللي عجنت وخبزت كل يوم حتى تطعمي 9 افراد بالعيلة. خبز الطابون اللي طعمه مهندسين ودكاترة ومحامين ومدرسين اللي تربينا كلنا عليه. وصفتنا اليوم راح تكون خبز الطابون، واسمحوا لي أكرس هالوصفة لأختي الغالية مريم رحمها الله. يلا خلينا هلا ندخل جوا ونعمل مع بعض أطيب خبز طابون. هلا. في 15 من أيار من كل سنة بتذكر العالم بأسره ذكرى نكبة فلسطين. إحياء الذكرى الأليمة بيسترجع معه وقبل كل شيء ذكريات جريمة اغتصاب إسرائيل لأرض فلسطين سنة 48 وتشريد شعبها خارج وطنه. من هالتاريخ والشعب الفلسطيني ومثقفو العالم بصروا على استعادة وتذكر يوم النكبة حتى لا تمحى مآسي من الذاكرة. السينما كانت وما زالت واحدة من أهم الوسائل الإبداعية اللي أسهمت في الحفاظ على الذاكرة والهوية الفلسطينية، فقد وثقت الأفلام المتناولة للنكبة العديد من تفاصيلها وما زالت توثقها.
بالمناسبة وبكل ما فيها من آلام وأوجاع تستدعي بالضرورة مراجعة هالدور من خلال الإشارة إلى أهم الأفلام المهمومة بالمناسبة والمعنية بتدوين تاريخ الشعب الفلسطيني ونضالاته وواقعه. أيضا الصحفي والناقدة السينمائية الفلسطينية المقيمة في الإمارات عليا الشيخ معنا في المحتوى للنقاش حول هالموضوع. تحياتي يا علا، رمضان كريم. يسعد مساكم وكل عام والجميع بخير. نبدأ من صلب الموضوع. السينما التي ناقشت النكبة، السينما العربية، هي لم تكن بالضرورة فلسطينية، إنما كانت قضية تشغل العالم العربي وصناع الأفلام في العالم العربي أيضا. طبيعي طبعا الصراع، لأنه كان اسمه الصراع العربي الإسرائيلي. أول شيء طبعا بمناسبة، يعني الواحد ما بيقدر يحكي يربط النكبة بمناسبة، لأنها شيء موجع وبيجدد عملية الذكريات والقصص والحكايات اللي ورثناها وما زلنا نورثها أيضا لأبنائنا. نعم. وهذا هو قوتنا الوحيدة على فكرة مصطفى. السينما النكبة أو ما تم تناوله بالنكبة طبعا بلشت بشكل غير مستغرب مع السينما المصرية. يعني في فيلم البكدورون، في فيلم باب الشمس اللي هو يعتبر من أهم ما صنع للمخرج جسر نصر الله اللي أخذها من رواية لإلياس كوري. طبعا هذا تعتبر من أهم ما تم إنتاجه بخصوص النكبة. وأيضا كمان في عن رواية رجال الشمس للمخرج توفيق صالح فيلم المخدوعون. هلا في شيء كثير مهم بدي انوه له، انه موضوع النكبه الفلسطينيه كان وما كان حاضرا في الكثير والعديد من السينما العربيه وايضا الفلسطينيه بطبيعه الحال، لكن في عندنا صار زي نقله نوعيه بطريقه التعاطي مع هذا الملف بعد اوسلو. يعني احنا بنقدر نحكي سينما قبل اوسلو وبعد اوسلو. بعد اوسلو تصدق يعني صار في، بتعرف زي ما الجميع بيعرف، انه صار في فجوه شوي بين الفلسطينيين الخارج وفلسطينيين الداخل، مع انه زمان كان دور الفلسطيني اينما كان حاضر وبقوة بالملف الفلسطيني وبالشؤون الفلسطينية. نعم. هلأ اللي صار في تغيير كامل صار على شكل السينما الفلسطينية واللي احنا فخورين فيها طبعا واللي قدرت توصل بخطابها عالميا، لكن موضوع النكبة صار قليل بالنسبة لصناعة الفيلم الفلسطيني داخل فلسطين. السؤال علا، يعني وصار يعني هذا ماذا نعني بفيلم يناقش النكبة؟ هل بالضرورة لازم يورجيني تهجير وترحيل؟ أما أنه لا هذا الحكي ما بعد هذا الحكي بطل. لا هذا الحكي بطل، يعني التهجير وهذا تم تناوله سواء بالأفلام الوثائقية أو بالأفلام الروائية الطويلة، لكن موضوع النكبة هي حالة اللاجئ، حالة قصة اللاجئ بطلت موجودة بالسينما الفلسطينية داخل فلسطين. فصار في السينمائيين اللي خارج فلسطين هم اللي حاولوا يلفتوا الانتباه تحديدا بالوثائقي، وطبعا يعني أنا بعتبر من أهمهم مي المصري ومهدي فليفل. نعم. لكن هذا لا يعني أنه الحضور هذا الملف كان موجود أيضا، مثلا زي ملح هذا البحر لآن ماري جاسر تناولت في شخصية لاجئة وعادت وحاولت تعود إلى البلاد، وأيضا فيلم جديد اللي هو مفك لبسام جبراوي اللي أيضا كمان استعان بشخصية من حالة اللجوء. لكن أنا اللي بحكي إنه هذا لا يعني إنه السينما الفلسطينية ما قدرت بخطابها الجديد إنها تشير لهذا الموضوع، لكن لم يعد الموضوع الأساسي. بمعنى يعني أنا دائما مصطفى بحكي جملة، في فرق كتير كبير بيننا وبينكم، بين اللي موجودين بفلسطين وموجودين خارج فلسطين. اللي داخل فلسطين بدهم دولة، إحنا بدنا وطن، يعني هاي ببساطة. فعشان هيك بتحس إنه حتى الموضوع وطريقة تناول الموضوع بالنسبة للسينمائيين الفلسطينيين أينما كانوا بتكون مختلفة بطريقة التعاطي وبطريقة الصناعة. بس عن أفلام عينية مثلا عمر أو فيلم الجنة الآن، يعني فيلمين بارزين كانوا في خلال ال 15 20 سنة الأخيرة، تركوا بصمي وأوصلوا صوت فلسطين إلى العالم، شاركوا في مهرجانات كبيرة عالمية مثل كان أو حتى الأوسكارز. أقول لك شغلة، في بالألفية الجديدة اللي هي من بداية الألفين وهي عمليا من انطلاقة المخرج هاني أبو أسعد بعد سلسلة من الإنتاجات والأفلام القصيرة، وعمل طبعا عرس رنا بعديها الجنة الآن اللي وصل فيه للأوسكار، صار فيه بالفعل
اختلاف نوعي بطريقة صناعة الفيلم الفلسطيني، وهذا إشي مطلوب لأنه الخطاب فيه تطور وتغير، بمعنى أنه إحنا صرنا بالسينما الفلسطينية الحديثة من الألفية الجديدة صار مو شرط أنك أنت تجيب المشاهد مباشرة في المواجهة بين الصهاينة وبين الفلسطينيين، صار موضوع أنك تحكي مثلا عن علاقة حب زي عمر، علاقة حب بتربط بين اثنين بفصلها جدار، هذه الحالة الإنسانية تأثيرها على على المشاهد مهما كانت جنسيته مختلفة تماماً وواقعها مختلف، وهذا اللي صرنا نلمسه أيضاً بباقي الصناعة في السينما الفلسطينية، إضافة إلى أنه التطور في الفيلم الوثائقي وصناعة الفيلم الوثائقي تحديداً أيضاً دائماً أنا بحب أشير لفيلم عامر الشوملي، عمار الشوملي، عامر الشوملي صحيح؟ عامر الشوملي، أنا بفضحني عامر اللي لخبطت باسمه. Wanted 18، المطلوبين 18، وأيضا رائد أندوني وفيلمه الرائع اللي هو صياد أشباح، اللي عمليا عمل حالة ببرلين إنه تم استحداث جائزة لها علاقة بصناعة الفيلم الوثائقي بعد عرض هذا الفيلم. نعم. تخيل أنت. فوجود الفيلم الفلسطيني كتير مهم بالمحافل والمهرجانات العالمية، لأنه قدروا لولا أنه خطابهم عالمي أصلاً ما كان قدروا يوصلوا لهون، وهذا مطلوب. بس احنا لانه كنا عم نحكي على النكبه، ففي فرق كثير كبير بين شكل السينما الفلسطينيه الحالي، وزي ما انا حكيت واشرت قبل انه القضيه الفلسطينيه وهي القضيه انتقلت من انها تكون عربيه، يعني احنا بطلنا نشوف موضوع الفلسطيني بالسينما العربيه مثل صحيح. زمان صحيح، هلا صار بالفعل موجود بس على عاتق صناع السينما الفلسطينيين. علا، في سؤالنا الاخير، يعني بدي اسالك كناقد اليوم، مش كشخص عم برصد الصوره العامه، شو اللي بتستنيه كمشاهده ومتلقيه وناقده من صناعه السينما الفلسطينيه؟ أنا معجبة جداً بطريقة تطور الصناعة السينما الفلسطينية صدقاً، وهذا مش كلامي وكلام عديد من النقاد، لكن أنا بتخيل أنه كمان يكون لهم دور بالتوسع بالأفكار، بأنه برضو يجيبوا سيرة اللاجئين واللي خارج، حتى لو كنا متجنسين، حتى لو كان عندنا جنسيات مختلفة، حتى لو كنا عايشين وين ما كنا عايشين، إحنا كل واحد عنده قصته. هاي القصة لما تكون باسم مخرجين كبار وأغلبهم من الداخل الفلسطيني بيكون واقعها مختلف. أيضا الأفلام الروائية الطويلة بتحتاج كمان لأنه يكون في كتاب سيناريو أكثر كفاءة وأكثر إلماماً، ويكون بالفعل الخطاب له علاقة بالحالة الفلسطينية العامة وليست بالحالة الفلسطينية الخاصة اللي بتخص كل جهة هناك. علا الشيخ، شكراً لك، رمضان كريم. الله يسعدك، كل عام وانتم بخير. إلى هنا بنوصل لختام هذا العدد من المحتوى، نلتقي بكرة بنفس المساحة التلفزيونية اليومية. مني ومن طاقم البرنامج كل التحيات، كونوا بخير.